ونحن اليوم كحكومة ملزمون بمضاعفة التعبئة واليقظة من خلال رفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوك انتهازية. وأغتنم فرصة لقائنا في اجتماع اليوم لأدعوكم للقيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تمويل الأسواق وتتبعها بشكل شخصي، فانعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من أطارها تحتم علينا تتبعا دقيقا ومقربا لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم تحت إشراف السادة العمال والولاة.